مرحبا وأهلا فيكم. اليوم مثل ما بنعرف عيد تأسيس الجيش العربي السوري 1 آب، والحقيقة يعني موضوع الجيش في سوريا وفي المنطقة عموما أمر جدير بالبحث والتحقيق والتمحيص. هون بدي أذكر أنه الدول دائما يلي بيكون وضعها مستقر وبتمشي لقدام بيصير موضوع دراسة التاريخ هو جزء من الاختصاص له، يعني ناسه ولأسباب محددة. ولكن في مثل حالتنا السورية وقت كل شيء عم ينهار قدامك، فأنت بيكون العودة إلى التاريخ هو نوع من التشخيص، لأن في ناس بيقول لك شو بدك بالتاريخ، خلينا بالمستقبل. هذا الكلام صحيح لما الأمور ماشية باتجاه المستقبل، يعني بشكل واضح وبين وإلى الأمام. أما لما يكون في تعثر، لما يكون في انهيار، لما يكون في استحالة ببناء حياة، فأنت لازم بقى تشخص بدك تشوف شو القصة المرضية. نحن اليوم مرضانين في سوريا، مرض خبيث. شو أصل هالمرض الخبيث؟ فأنت ما لا غير ترجع للقصة المرضية لسوريا وتشوف الموضوع من البداية. ويمكن اعتبار الجيش سبب رئيسي في إصابتنا بالمرض الخبيث اللي نحن عم نعيشه اليوم. هلأ 1 آب، نسأل حالنا ليش 1 آب؟ يعني ليش ذكرى تأسيس الجيش أو عيد تأسيس الجيش السوري 1 آب عام 1946؟ هو الحقيقة اليوم يلي تم تسليم الجيش من السلطات الفرنسية إلى السلطات السورية يلي كانت يعني استقلت بعد الجلاء. الجلاء صار بنيسان مثل ما بنعرف 17 نيسان، فإذا قلنا أيار حزيران تموز آب تقريبا 3 شهور وشوي لحتى تم تسليم الجيش بعد الجلاء إلى السلطات السورية. طيب هون السؤال، شو كان الجيش قبل؟ يعني هن تموا سلموا، ولكن قبل ما يسلموا أيام الانتداب الفرنسي والاحتلال الفرنسي لسوريا ماذا كان هذا الجيش؟ الحقيقة هذا الجيش كان هو جيش فرنسي. يعني نحن بنعرف نتذكر معركة ميسلون يلي طلع فيها يوسف العظمي بمبادرة شخصية بعد ما قرر الملك فيصل الانصياع على انذار غور وتسليم سوريا للفرنسيين وحل الجيش. يعني وقتها كان الجيش العربي يلي كان يعني مشارك في الثورة بين قوسين العربية، فإذا بمبادرة شخصية أخذ بعض المتطوعين ونعرف القصة، واستشهد في معركة ميسلون الشهيرة في تموز عام 1920. هلا بعد ما دخلوا الفرنسيين عملوا شيء اسمه الفيلق السوري. الفرنسيين كان عندهم ثقافة فرق تسد، وبالنسبة لهم كان يعني الخطر الأكبر الداخلي هن السنة العرب، هن كانوا ينظروا إلى المنطقة طائفيا، وشفنا هذا الموضوع نحن بالمراسلات الإنجليزية والفرنسية، كانوا بيعرفوا عنا أكثر ما بنعرف نحن عن أنفسنا. فكان هن أول شيء طبعا قسموا مثل ما بنعرف، عملوا سوريا 4 دويلات، ومن ثم يعني عادوا و عملوا اتحاد ومن ثم دولة ومن ثم جمهورية. كان في عدة مراحل للدولة السورية في عهد الانتداب، ولكن كانوا دائما هن يعني خلينا نقول يركزوا على الأقليات. هلا بالجيش، الجيش أو الفيلق السوري يلي تشكل معظمه من الأقليات، وتحول يعني هذا الاسم عدة مرات. يعني مرة صار بعدين اسمه بعد الثورة السورية اللي كان شعلتها في جبل الدروز صار اسمه القوات الخاصة في المشرق، بعدين خلال الحرب العالمية الثانية صار اسمه جيش المشرق. ولكن خلال كل هالفترة كان المميز فيه هو اعتماده على الأقليات، كان المميز فيه أو كان طبيعته الاعتماد على الأقليات. الحقيقة في سببين، السبب الأول أنه فرنسا هيك بدها، أنه بدها تعتمد على الأقليات لأنه هي لا تثق بالمكون الأكبر، كان بشكل 65% من سكان سوريا، وكانت سوريا بهذاك الوقت يمكن كثير مناطق من العالم في نوع من النظرة الطائفية للمكونات أو محاولة يعني إشعال النعرات الطائفية لحتى يصير في سيطرة مطلقة على المنطقة. فمثلا كان في بالجيش خلينا نقول بثلاثينيات القرن الماضي 10 كتائب مشاة هن علويين، مثلا قسم الفرسان أو كتائب الفرسان كانت من الدروز والشركس، الهجانة كانوا المطاردة كانوا من المسيحيين اللبنانيين، وهكذا. يعني هكذا كانت تعمل فرنسا. وهذا الموضوع أنا ليش عم بذكره؟ لأن في كتير ناس يعني عن خطأ يعني هذا شيء شائع، ومرة تانية أنا كنت من هدول الناس، أنه بيعتقدوا أنه سيطرة الأقليات على الجيش السوري أتت بعد
يعني حزب البعث بعد أن سيطر حزب البعث في العام 1963، وهي قصة تانية جايين عليها. ولكن بالأساس الجيش نحن السوري هو جيش كان يعمل فيه الأقليات لفرنسا السبب الأول. السبب الثاني اللي بدي أقوله أنه أهالي المدن وخاصة من العرب السني، إذا بدنا نأخذ مثلا مدينتين الكبار اللي هن حلب ودمشق، دائما كانوا ما بيحبوا أولادهم يخدموا في الجيش من أيام العثمانيين، يعني دائما كان يلاقوا طريقة ليدفعوا البدل، وهذا الموضوع معروف جدا. حتى بحملة إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا بمصر على سوريا عام 1832، واللي كان يعني كاد أن يعني يسقط الدولة العثمانية كلها ويصل إلى اسطنبول، طبعا وقت تكاتفت فرنسا وإنجلترا مع الدولة العثمانية، ولكن في عوامل فشل الحملة الداخلي كان أنه أهل المدن في منطقتنا في سوريا الطبيعية ما بدهم، لأن إبراهيم باشا فرض الخدمة الإلزامية مثل ما كان موجود في مصر، ولكن قاوم أهل المدن في سوريا وتعاونوا مع العثماني لحتى يجنبوا أبناء الخدمة العسكرية. فإذا هن سببين لسيطرة الأقليات خلينا نقول على الجيش في عهد الفرنسيين. أول شيء فرنسا هيك بدها، دعمت هذا الاتجاه. اثنين، ما كان في رغبة من قبل يعني العرب السني وسكان المدن خلينا نقول بالتحديد إذا بدنا نحدد بالخدمة في الجيش. واجتذبت هذه الخدمة معظم سكان الأرياف اللي كان معظمهم هن من الأقليات إن كانت طائفية أو عرقية، يعني فينا نقول علويين ودروس، فينا نقول شركس وأكراد وهكذا. هلا حتى في موضوع مهم أنه عام 1932 يعني تشكلت الكلية الحربية، نحن اليوم بنقول لساتها موجودة بحمص، يعني هي الكلية الحربية الموجودة بحمص تشكلت بعهد الانتداب الفرنسي، وهي خرجت الضباط الأوائل واللي مرة تانية كان يتم التركيز فيها على الأقليات. كل الحكي حكيناه لنجاوب أنه شو كان الجيش قبل ما يتسلم للسلطات السياسية السورية يلي على أساس استقلت. في جزئية مهمة، يعني هون نحن عم نقول بالتبعية الفرنسية، ولكن بالحرب العالمية الثانية الجيش الموجود جيش المشرق اللي كان موجود هو من الفيلق السوري أو القوات السورية في المشرق الخاصة إلى آخره، مهما كانت التسمية، كان هو جزء من يعني مجاميع أخرى كانت خاضعة للحكم الفرنسي، منها يعني الجزائر، منها السنغال إلى آخره. فخلال الحرب العالمية الثانية فرنسا تم احتلالها مثل ما بنعرف من قبل ألمانيا، وصارت جزئين، فرنسا الفيشية يلي تبعت إلى كل القوات الخارجية، صارت يعني حليفة لألمانيا أو تحت سيطرة هتلر بشكل أو بآخر، وفرنسا الحرة يلي تحالفت مع الإنجليز والنصف الآخر من فرنسا واللي شاركت الحلفاء في حرب في باقي المناطق. بالعام 1941 استطاع الإنجليز ومعهم قوات فرنسا الحرة من السيطرة على دمشق وقهر جيش المشرق يلي هو الجيش الفرنسي الذي أسس يلي عم نحكي عليه. أنا طبعا هذا الجيش ما تم حله، ولكن تغيرت القيادات. نحن كمان هي في معلومة ذكرتها أكثر من مرة، عام 1941 تم إعلان استقلال سوريا باثنين تموز، ودخلوا القوات الإنجليزية إلى دمشق، وأصبحت يعني المنطقة تحت سيطرة الإنجليز فعليا، وإن كان ظلت شكليا أنه هي تحت يعني حكم الفرنسا أو فرنسا الحرة، ولكن عمليا أصبحت المنطقة وسوريا بالتحديد ولبنان تحت السيطرة الإنجليزية، وهي التي إعادت تشكيل القيادات في الجيش أو إعادة هيكلة الجيش. وهون صار في نفوذ إنجليزي على الجيش بالإضافة للنفوذ الفرنسي. هلا وتنقول أنه تم تسليم الجيش، هو مانو مرفق، يعني هو مانو بناية أو دبابة أو بندقية، جيش هو يعني قوة، هو مركز من مراكز القوة، وكان يعني من أكبر مراكز القوة الموجودة في سوريا. مركز القوة هذا مرتبط، يعني جيش له تسليح، له أسلحته، له مدربينه، له قادته الفرنسيين، كان معظم الضباط في الكلية على سبيل المثال الكلية الحربية في حمص هن فرنسيين، يعني إذا كانوا بهيك بتذكر رقم 350 كان 320 منهم ضباط فرنسيين طبعا. والاستخبارات، كل ارتباطات الجيش اللي كان موجود وأساسه يعني أساس تشكيله وامتداداته هي مرتبطة بفرنسا، وبعدين مثل ما قلنا دخل النفوذ البريطاني. فلما تم تسليمه هن نفسهم الضباط اللي كانوا بالجيش الفرنسي أو بجيش المشرق صاروا بالجيش السوري. ولكن هون نحن هون لازم واحد يبحث كيف
تم الخلاص من النفوذ الأجنبي أو من السيطرة الأجنبية على الجيش، باعتبار تسليحه أجنبي، باعتبار قياداته واستخباراته، كل شيء مرتبط. منطقيا لا يمكن فك هذا الارتباط بالآن باللحظة، يعني مجرد ما تم نقل الجيش اسميا أو نظريا من سلطات كانت محتلة إلى السلطات الوطنية بين قوسين اللي استلمت الحكم في ذاك الوقت. شفنا بعد فترة تمتعت سوريا، خلينا نقول بحكم ديمقراطي لفترة محدودة من 46-49، وصار أول انقلاب في الجيش حسني الزعيم، الزعيم حسني الزعيم، يلي واحد أيضا لازم يبحث جيدا من هو حسني الزعيم. قصته فيها كتير من الغموض ووصوله إلى السلطة وسيطرة على الحكم، بمعنى هو الذي جلب العسكر إلى رئاسة سوريا، وطبعا وتوالت الانقلابات، وكل الضباط معظمهم الأوائل كانوا مثل ما حكينا هن بالجيش الفرنسي وعندهم ارتباطات، لا شك كان عندهم ارتباطات مع الفرنسيين والإنجليز. نعرف نحن يعني تقريبا القصة، رح نرويها بالتفصيل لحتى ما نطول، شلون بعدين بعد الانقلابات رجع الحكم المدني لفترة، ولكن كان الجيش يحكم من يعني خليه من خلف الستار على أيام حكم شكري القوطلي، يعني الولاية الثانية اللي هو شكري القوطلي سلم الحكم لأيضا ضابط اللي هو عبد الناصر خلال الوحدة مع مصر. بعد الانفصال أيضا كان في محاولات لإنشاء حكم مدني، ولكن القوة كانت بيد الجيش، هو نفسه الجيش اللي تشكل بالعام 1920 بتركيبته يلي حكينا عليها. بالعام 1963 فينا نقول يلي هو انقلاب عام 1963 انقلاب البعث، مكن بداية ثلاث ضباط علويين من السيطرة على الحكم في سوريا وعلى دمشق خصوصا، يعني كان هي المرة الأولى منذ الانفكاك من الدولة العثمانية من أيام الملك فيصل وصولا إلى 63. هون في حدث مهم أنه مكن من خلال قوة الجيش ثلاث ضباط علويين يلي هن محمد عمران وحافظ الأسد وصلاح جديد من السيطرة على العاصمة، على الحكم، على مركز القوة الأساسي في سوريا السياسي هالمرة مو بس العسكري. بعدين بالعام 1966 تخلصوا من ضابط عمران يلي كان توجهه عروبي بشكل أو بآخر، واستفرد بالحكم يلي هن مان عمليا حقيقة، يلي مان حقيقة مع موضوع يعني الحكم العربي الواحد، لأن بيخسروا بهذه الحالة نفوذ الشخص. ومنعرف القصة كيف أيضا تم انقلب حافظ الأسد على شريكه وعلى صاحب الفضل عليه بالوصول للسلطة صلاح جديد، وتمكن من الحكم. هلا هون بدي أوضح نقطة، يعني هي استنتاج، ودائما هالاستنتاجات يعني نحن اللي عم يتابعني بيشوف انه احيانا يعني في تعديل بسيط بالرؤية يلي انا عم أقدمها بناء على البحث، يعني على البحث المتقدم يلي بيعمله بأمر ما، ولكن الحقيقة النتائج يعني ما بحكي انا شيء لما يكون هو تقريبا نتيجة مؤكدة للبحث يلي عملته، ولكن في بعض التفاصيل ممكن الهوامش تتغير، فالنتيجة هي هي اللي عم بقولكم عليها، وممكن تراجعوا وتبحثوا. طبعا هي دعوة للبحث المشترك، مثل ما قلنا الغاية نحن مو نتجيل المواقف ونعمل مشاكل زيادة، نحن نشخص. فإذا أنا عم بطرح هذا التشخيص في حدا عنده وجهة نظر مؤكدة، طبعا بمرحلة المراحل ممكن بتسجيل آخر لحتى ما أطول، أنا أعرض كل يعني المراجع يلي اعتمدت عليها في هذه الرؤية، والهدف هو تشخيص الواقع تماما. فأيضا من ضمن الأمور يلي أنا شفتها من مراجعة الوثائق من قبل الحرب العالمية الأولى، يعني عم بحكي من عام 1913 وصولا إلى يعني حقبة حكم الأسد، ما توفر من الوثائق الاستخباراتية عرفت كيف القوى يعني النافذة في العالم كانت غربية ولا غير غربية، ولكن هلا مثلا بتحدث على فرنسا، انجلترا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية كيف بتحقق مصالحها في يعني في أرضنا. نحن طبعا ما عندنا هالتجربة في حكم الذات، نحن كنا دائما محكومين خلال التاريخ من امبراطوريات ودول كبرى، فما عندنا هالتجربة السياسية. حتى من كان في العمل السياسي يعني كانوا هن يعني أشخاص مشربين بأفكار لا شك صحيحة، ولكن ما كان عندهم أساس ضارب، ما كان في دولة عميقة مثل ما بيقولوا.
ما كان عندهم قدرة للحفاظ على المصالح العامة ومصالح السوريين، كانوا ناس فعلا أوادم ومن عائلات وبيحبوا السوريين وبيحبوا سوريا، ولكن ما امتلكوا الأدوات، يعني أدوات القوة اللازمة لتكريس فكرة الدولة وتغليبها على المصالح الخارجية. سنحكي على شكر القوتلي والأتاسي والآخري من هذا الرعيل والشهبندر وإلى آخره. فالغرب الحقيقة أو القوى النافذة هي تحكم بمبدأ بسيط، هي بتترك الصراع ويفوز الأقوى، يعني هي بدها الشخص الذي يستطيع أن يسيطر على الأمور بيد من حديد، هذا مرغوب جدا. فأكثر يعني فإذا كان أكثر توحشا، أكثر قسوة، أكثر قدرة على إقصاء الآخر وتوجيه البلاد باتجاه واحد ما بيكون في اتجاه واضح، فهي يعني تدعمه وتحاول إبقاؤه في السلطة، أو خلينا نقول بكلام آخر لا تقف ضده في مهما ارتكب من الأخطاء. فالغرب بيتعامل مع القوى المحلية بقدر سيطرته على توجيه الأمور في المنطقة في البلد إلى آخره. فإذا كان في فرد مسيطر ومسيطر تام على الأمور فهذا مفضل بالنسبة له، ما بيوقفوا بوشه، وهيك نحن بنفكر أنه هو مدعوم، ولكن طبعا بيسجدوا له كل الأخطاء كل الجرائم بيرتكبها بيسجدوا له إياها لحتى يسيطروا عليه أكثر وأكثر، ويوم الأيام إذا ما توجه بالاتجاه يلي بدهم إياه بيستخدموا هالورقة أو هالملف ضده. هيك السياسة. فإذا من خلال العسكر، وطبعا العسكر بسوريا خاصة على مستوى القيادات، طبعا هون بنوه لشغلي، أنا وتحكي على الجيش ما بحكي على الأفراد، وخاصة يعني الأفراد اللي كان يعني موجودين هلأ أو الموجودين في السابق أو قبل 2011، كل أفراد الجيش العربي السوري، وما بتوقع في أسرة بسوريا إلا ما يعني ابن من أبنائها خدم في الجيش أو إلهم أقارب في الجيش، هدول الناس كانوا عم يخدموا وهن معتقدين أنه عم يخدموا، وهن كانوا معتقدين أنه عم يقدموا خدمة للوطن، فنحن مالنا عليهم شيء، نحن عم نحكي على مستوى القيادات، الناس اللي بتعرف اللعبة كانت بتعرف يلي بيوصل للرأس يعني هو اتصل مع القوى العظمى يلي ممكن تفتح له الطريق على مصراعيه. فكان الاقتتال يعني شرس، وفي النهاية فاز الأقسى والأكثر وحشية يلي كان هو حافظ الأسد. فبهالطريقة وصل من خلال الجيش إلى الحكم، وطبعا الجيش سيطر على كل الأمور، فهي القوة الأساسية الموجودة حتى اليوم على فكرة في سوريا التي تدعم السلطة في سوريا، ويساوي الأساسي في بقاء من يحكم في الحكم هو الجيش. يعني هذا الموضوع من البداية حتى النهاية نحن عرضناه بالشكل التالي. هلأ نهاية لحتى نحن نأكد هالنظرية، بنيجي بنقول على الصعيد الوطني، على صعيد الدولة السورية، ماذا فعل الجيش السوري بكل الموارد؟ ونعرف نحن فترة من الفترات يعني أفقر الشعب السوري لدعم الجيش السوري. إذا بدنا نأخذ من عام 1920 الجيش العربي الأول من معركة ميسلون يلي فرض عقد الجيش ودخلوا الفرنسيين إلى سوريا، جيش ما حرر سوريا بالاستقلال، هذا أجا نتيجة طبعا كان في ثورات يعني محلية وتحركات، ونحن منقول أهل سوريا كلهم وطنيين، ولكن على المستوى المنظم الجيش بالعكس حارب مع فرنسا الفيشية، يعني هاي الحقيقة لازم نعرفها، ويلي حرر سوريا وأعلن استقلالها هن الإنجليز. وبنتيجة يعني تغير يعني مواقع القوى ودخول الولايات المتحدة الأمريكية، مو تم فقط إنهاء الاحتلال الفرنسي لسوريا، في كل معظم أنحاء العالم، لأن تغيرت أمور يعني السيطرة في العالم وشكل النفوذ في العالم، ولم يعد من المقبول أن تسيطر فرنسا وإنجلترا على ما كانت تسيطر عليه، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية هذا على الهامش. فهن من البداية لا الاستقلال وجلاء ما كان لهم أي دور، وبعدين حتى نحن إذا بدنا نأخذ بالنتيجة، مو بالشعارات والبعبعة، نحن خلال يعني تاريخنا القريب أول شيء يعني فقدنا لبنان الكبير، فقدنا الأردن، هي خلال يعني وجود الجيش تحت الانتداب الفرنسي، فقدنا أيضا تم ضم لواء اسكندرون إلى تركيا، ومن ثم فقدنا الجولان، واليوم نحن فقدنا خلينا نقول أكثر من نصف الأراضي السورية، وإذا بدنا نضم الأراضي اللي كانت بالعام 1920 فقدنا أكثر من ثلاث أرباع الأراضي السورية، بينما كانت معظم الموارد موجهة إلى الجيش. الاستنتاج الوحيد شو اللي بقي لكان شو عمل الجيش، هو حمى السلطة الموجودة، حمى الفرد،
حمى الفرد الموجود على رأس السلطة الذي ينفذ أو يوجه الأمور باتجاه تنفيذ المصالح الخارجية. هذا يلي نحن استفدناه من الجيش يعني، ولم لم يكن هناك أي فائدة. وشفنا نحن الهجمة، هن بيقولوا أنه والله بال2011 طب وين الجيش؟ هذا الجيش يلي نحن يعني ما كنا ناكل موز، ما بنعرف شو الموز كنا نحن، أنا من جيلي لحتى نحن نمول الجيش، يلي ما بنعرف عائدات النفط، يلي ما بنعرف عائدات النفط اختفت ما ظهرت يعني غير قبل كام سنة من 2011 بلش ينحكى فيها مشان دعم الجيش. طب وين هذا الجيش كان وقت دخل ومين ما كان يكون؟ سمعتوا أنتوا بمر يعني سمعتوا أنتوا بأي معركة؟ معلش يعني حتى هذا للداخل أنا عم بحكي، مع الأسف الشباب السوري يعني مؤسف. أنا هون بدي أحكي شغلة، اليوم بتعرفوا كان الجيش أو القوات الرديفة الناس يلي قتلوا في هذه المعارك هن عم يدافعوا عن سلطة بشار الأسد، شو وضعهم اليوم؟ يلي القوات الرديفة اللي كانت يعني مسمات الدفاع الوطني بيعطوا لزوجة بين قوسين الشهيد 20,000 ليرة سورية، تخيلوا 20,000 ليرة سورية، نحن الدولار 10,000 يعني دولارين بالشهر، وفي منهم انحربوا منا. يعني إذا الواحد كتير 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 الجرحى الحرب وكذا بياخد 100,000 يلي اليوم وصلت منتا. هذا حق السوري، لأن بالنهاية هن كل السوريين استخدموا كأدوات لبقاء الحاكم في السلطة خدمة للمصالح الخارجية، والخارج طبعا مكيف ما فرق معه. يعني هلا ما بنقول إنه الخارج هو صنع كل شيء، ولكن لما بيكون فيها النموذج ماشي ليش لحتى يوقف ضده؟ هو ما حدا بيكره مصلحته، يعني هي الفكرة الأساسية. فالجيش عمليا ما عملنا أي شيء، نحن ما قدم أي خدمة لا للوطن ولا للمواطن ولا للأرض السورية. آخر جزء بدي أحكيه وطولت عليكم بعرف، أنه نحن طب كيف بدنا نخلص من القصة؟ يعني على ما يبدو إذا بدي يروح بشار الأسد اليوم بدي يجي مجلس عسكري، بدي يجي قوة عسكرية يترجع تسيطر، وهالقوة العسكرية أيضا مدعومة من الخارج. ما منصدق أنه في اليوم قوة عسكرية ممكن تسيطر على الحكم بسوريا بدون ما تكون مدعومة من الخارج، وكل الفصائل اليوم إلى ارتباطاتها في الخارج، يا مدعومة كليا أو إلى ارتباطاتها السياسية أو قادتها كانوا موجودين في دول إلى آخره. ما رح نخلص من القصة الحقيقة، ممكن نخلص ولكن هذا الموضوع بده وقت طويل. يعني أنا بقولكم ما راح نخلص من حكم العسكر، شوف السودان على سبيل المثال وكثير من الدول، مصر على سبيل المثال، ما راح نخلص بهالبساطة، ما راح نخلص به يعني هالوقت القصير. ولكن مع تنمية الوعي مرة تانية بأهمية الدولة وبالحكم السياسي وبأنه نربي أجيال تعمل مصلحتها، يعني احنا ندخل بمبدأ المصلحة مو الوطنية والشعارات الفارغة لحتى يضل الرئيس على الكرسي، لا المصلحة، وأنه نحن كل ما حققنا مصالحنا كل ما زادت حصتنا من هذه الأرض من الثروات من الفرص، يعني هيك الدول بتصير. ممكن مع الوقت يكون في نموذج لإضعاف سيطرة الجيش على الدولة، يعني رويدا رويدا. أنا برأيي هذا الموضوع لا يمكن أن يأتي إلا بشكل تدريجي، لأن مين بده يقهر الجيش اليوم؟ مين بده يقهر الفصائل المسلحة من المدنيين العزل؟ كيف ما قلبت الأمور رح تشوفوا أنه رح يجي بشكل أو بآخر قوة مسلحة، جيش جديد، جيش أعيد تشكيله، يكون له الكلمة الأولى في إدارة الأمور مهما كان يعني ما يطرح على الساحة السورية. أنا برأيي ما بيطلع بإيدنا نحن يعني نعمل شيء في الوقت الراهن حاليا، ولكن دائما لازم نحط بذهننا، مو نستسلم، لا نحط بذهننا وننشر الوعي بأنه هذا. وأيضا بعد إذا صار في مجال أكيد، يعني هلأ نحن الفرق إذا بده يصير في عنا مرحلة جديدة ما بعد حقبة الأسد بده يكون في هوامش أكبر، ما رح تكون الأمور مضبوطة مثل ما كانت في عهد حافظ الأسد بالتحديد ومن ثم بشار الأسد، لأن أنا بعتبر بشار الأسد هي مرحلة انهيار لحكم حافظ الأسد. فممكن من خلال الهوامش نتحرك ونوسعها وصولا إلى يوم الأيام يعني يتقاسم المجتمع المدني السلطة مع العسكر، ومن ثم تصبح السلطة العسكرية في خدمة السلطة السياسية. ما بعرف قديش من الوقت، ولكن أنا برأيي هذا الموضوع ما بيجي غير من خلال الوعي وبيجي بالتدريج، لا يمكن أن يكون دفعة واحدة أو يقوم دفعة واحدة أنه نكبس زر نتحول من حكم عسكري منذ تأسيس الدولة السورية عام 1920 إلى حكم مدني خالص. على كل إن أنا أفكر بصوت عالي، هي أفكار ورؤية طبعا مبنية على بحث طويل. مرة تانية أنا ليش بقول يعني مو والله نوع من الفخر، لأن واحد بيقول لك شو بيعرفك، يعني أنا أكثر من 4-5 سنين عم بقرأ بهالموضوع، يلي بيحب
يعرف شو قريت وشو هي المراجع، فأنا جاهز لحتى أعرضها بكل سرور، وحتى زوده ببعضها إذا كان عندي شيء إلكتروني منه. هذا كل شيء، اعذروني أيضا أنه طولت عليكم، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.